السلام عليكم ورحمة الله. جامعة الدمام، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، وكالة التعليم عن بعد، دكتور محمود عبد العزيز توني، مقرر طرق البحث. إن شاء الله النهاردة هنعمل مراجعة وبعض الأسئلة على المقرر، نحاول نستفاد منها في كيفية الأسئلة ممكن تيجي إزاي في الاختبار النهائي إن شاء الله. يعني هذه الأسئلة يعني لحد ما شاملة معظم الفصول، لكن زي ما قلنا قبل كده إن هذه الأسئلة ليست بديل عن المذاكرة والمحاضرات اللي احنا خدناها. هذه الأسئلة بتساعدك في التعرف على كيفية تيجي الأسئلة إزاي في الاختبار النهائي. طيب، بداية الاختبار هيكون عبارة عن مجموعة من الأسئلة، 70 سؤال بتتضمن خيارات متعددة أو الإجابات صح أو خطأ. فهناخد بعض نماذج من الأسئلة على الإجابات المتعددة، وهناخد أيضا نماذج على الأسئلة صح وخطأ. في البداية قبل ما تجاوب على أي سؤال لازم تقرأ السؤال كويس أوي مرة واتنين وتلاتة، وتقرأ الخيارات كويس جدا، ومش أول ما تلاقي خيار قدامك صحيح تستبعد الخيارات الأخرى أو ما تقرأهاش وتروح مختار على طول، لأن ممكن تكون في ألف وباء مثلا صحيح وبالتالي تبقى الإجابة مثلا هديلك خيار مثلا في دال ألف وباء مثلا صحيح، أو ممكن تكون كل الخيارات صح وممكن تكون كلهم غلط، يعني أقول لك لا شيء ساعة مما سبق. فالمهم إنك أنت تقرأ الخيارات كويس جدا، لأن أحيانا تبقى الخيارات قريبة من بعض ولازم تبقى فاهم وليس حافظ، فاهم الموضوعات اللي احنا خدناها عشان تقدر تختار الإجابة الصحيحة. وبرضه مش كل ما هتلاقي كل ما سبق صحيح يبقى هي الإجابة الصحيحة، أو كل ما هتلاقي كل ما سبق صحيح ما هي تبقى الإجابة الخطأ، لا، تتوقف على حسب السؤال. في بعض الأسئلة ممكن تكون كل ما سبق صحيح، وممكن يكون هذا الخيار ما هوش الصحيح، وهنشوف نماذج من الأسئلة بهذا الشكل. يعني المهم إنك أنت تعرف كويس جدا إن السؤال علشان اجاوبه لابد ان انا اقرا الخيارات كلها صح، وان انا احاول افكر فيها واختار المناسب منها. نيجي نشوف مثلا السؤال الاول، من سمات التفكير العلمي. من سمات التفكير العلمي، هل البعد عن الواقعية ولا التحيز للافكار الشخصية ولا التراكمية ولا الاعتماد على الهوى؟ لما نيجي نفكر في هذا السؤال ونشوف مثلا الخيار الأول، هل من سمات التفكير العلمي إن أنا يبقى أبقى غير واقعي؟ إن أنا لما أجي أتكلم عن بحث معين أتكلم بصورة غير واقعية؟ طبعا لا، لابد إن سمات التفكير العلمي تتسم بالواقعية، يبقى هذا الخيار مستبعد. التحيز للأفكار الشخصية، هل من سمات التفكير العلمي وأنا بعمل البحث بتاعي أبقى متحيز لآرائي وأفكاري؟ لا، احنا قلنا إن الباحث لابد أن يكون متجرد، هو بيحاول يفسر الظواهر ويفسر هذه المشاكل بغض النظر عن تحيزه، بالتالي ما بقاش تحيزي الشخصي وأفكاري الشخصية هي اللي بتغلب عليا في تفكيره، وبالتالي ممكن ان انا ارفض بعض الاراء علشان ما هياش متفقة معاي، وبالتالي ما هياش من سمات التفكير العلمي التحيز للافكار الشخصية. بالعكس، من سمات التفكير العلمي ان يكون محايد، ان يكون حيادي. طيب، الاعتماد على الهوى، هل التفكير العلمي بيعتمد على هوايا ومزاجي على حسب ما اكون انا منحاز لهذا الرأي ولا لا؟ لا، ليست برضو التفكير العلمي يعتمد على الاعتماد على الهوى. أما من سمات التفكير العلمي هي التراكمية، يبقى الإجابة الصحيحة عندي هنا التراكمية. ليه؟ لأن كل باحث بيجي يضيف
الى ما سبق الى غيره. ما فيش واحد بيجي يقول انا هعمل بحث من لا شيء، ما فيش حاجه اسمها ان انا هعمل اختراع حتى من لا شيء. الاختراع ده بيكون نتيجه ل مثلا تطوير لحاجه سابقه. البحث دايما عمليه تراكميه، كل واحد بيجي يضيف الى هذا العلم، يضيف اضافه معينه. عشان كده بنقول لابد ان يكون في جزء اساسي من البحث هي عباره عن الدراسات السابقه، السابقين ليك توصلوا لايه وانت ايه هتضيفه في المعرفه الى هذا الموضوع. وبالتالي من سمات التفكير العلمي التراكميه، ان احنا الافكار والعلم هو عباره عن تراكم معلومات وتراكم معرفه بيقوم بها الباحثين. يبقى الاجابه عندي هنا ايه؟ هي جيم. لو جينا نشوف السؤال الثاني، من أهداف البحث العلمي، هل من أهداف البحث العلمي دراسة الحقائق العلمية المثبتة يقينا، ولا تفسير الظواهر وحل المشكلات، ولا إضافة حقائق أو نظريات جديدة للمعرفة الإنسانية، ولا السعي دائما لانتقاد أعمال الباحثين السابقين، ولا باء وجيم صحيح؟ طيب نيجي نشوف كده الخيارات بتاعتنا برضو ونشوف، هل من أهداف البحث العلمي دراسة الحقائق العلمية المثبتة يقينا؟ حاجة مثبتة يقينا، إيه اللي هضيفه أنا جديد ليها؟ هنا بقت حقيقة وليست ظاهرة محتاجة دراسة أو قابلة للجدل. يعني لما أقول الشمس تشرق من الشرق، هذه حقيقة مش محتاج ان انا اجادل فيها. وبالتالي الحقائق العلمية المثبتة يقينا، خلاص ما دام مثبتة يقينا لا شك فيها لا تحتاج الى مزيد من الدراسة. وانما اللي بيحتاج مزيد من الدراسة هي الظواهر الغامضة التي تحتاج الى تفسير. وبالتالي الخيار الاول مستبعد. هل من اهداف العلمي اهداف البحث العلمي تفسير الظواهر وحل المشكلات؟ نعم، جزء من الأبحاث بتقوم على تفسير بعض الظواهر غير الواضحة أو الغامضة، أو حل المشكلات التي قد تواجه المجتمع، مثلا زي مشكلة البطالة، مشكلة بعض الأبحاث مثلا تكون تعمل مثلا على معالجة مشكلة الإدمان الموجودة في المجتمع، أو بعض المشكلات اللي بتواجه القطاع الصناعي. فكثير من الأبحاث العلمية بتكون أبحاث تطبيقية، الهدف منها حل المشكلات التي تواجه المجتمع أو تواجه الفرد أو تواجه المؤسسات. فنعم، تفسير الظواهر وحل المشكلات يعتبر من أهداف البحث العلمي. هل مجرد إن أنا شفت هذا الخيار خلاص أروح مختار باء وما ببصش على الباقي وانتقل للسؤال اللي بعده؟ لا. طب تعالى نشوف كده نكمل. جيم، إضافة حقائق أو نظريات جديدة للمعرفة الإنسانية. هو أيضا أليس من أهداف البحث العلمي إن أنا بضيف حقائق جديدة؟ ان انا بضيف نظريه جديده في هذا التخصص للمعرفه الانسانيه. اي نعم، هذا من اهداف البحث العلمي. يبقى اذا مش مجرد ان انا اشوف اجابه صحيحه اتوقف عندها واروح واخدها وما اكملش باقي الخيارات، لا، لابد ان انا اكمل باقي الخيارات، لان ممكن يكون في اكتر من اجابه ايه صحيحه. بس مش هينفع ان انا اختار مثلا باء وجيم احط شرطتين تحت الاثنين، لا، هلاقي في خيار بيتضمن ان باء وجيم صحيح. ودي نقطة ايه مهم، يعني هو هتختار في النهاية خيار واحد، لو في خيارين صح يبقى هيجي في خيار ثالث او رابع مثلا اقولك ان الخيارين دول هم اللي صح. يعني مثلا في دال، السعي دائما لانتقاد اعمال الباحثين السابقين. هل اهداف البحث العلمي هو السعي دائما لانتقاد الباحثين السابقين؟ هو طبعا جزء من الابحاث بيبقى فيها انتقاد لاعمال الباحثين السابقين، لكن ما هوش الهدف في حد ذاته هو الانتقاد. هو الانتقاد ممكن لو كان في نظريه غير صحيحه او راي غير صحيح فبقدم ايه؟ فبقدم البديل، لكن ليس هدف البحث العلمي هو دائما انتقاد اعمال الباحثين، بالعكس انا ممكن بضيف لاعمال الباحثين السابقين. ممكن اوجه بعض الانتقادات وممكن لا، صحيح بس بضيف ايه؟ ليها جديد. الخيار بقى الأخير هو باء وجيم صحيح، هو ده الخيار الأصح. يبقى في هذه الحالة لو أنا اخترت باء فقط ما هيش الإجابة الصحيحة،
ولو اخترت ج فقط ما هياش الإجابة الصحيحة، لأن لما تختار ب فقط معناها إنك أنت بتقول لي باقي الإجابات خطأ، يعني بتقول لي إن ج خطأ ضمنيا، وبالتالي تبقى الإجابة بتاعتك غير صحيحة. أو لو اخترت ج بس معناها إنك أنت بتقول لي هنا إن ب خطأ ضمنيا، وده غير صحيح. فالإجابة الصحيحة هنا إن ب وج صحيحة. وبرضه مش كل ما هلاقي باء وجيم او الف وباء صحيح هي الخيار الصح، لا، اقرا الخيارات ممكن تكون ما هيش الصح، ممكن يكون خيار واحد هو ايه الخطا وهذا الجمله او الخيار محطوط بس علشان اشوفك فاهم ولا لا. طيب نيجي نشوف السؤال كان في السؤال الثالث، ممكن يكون جه في الترتيب خطأ. السؤال الثالث: من خصائص البحث العلمي إن عملية منظمة ولا عملية منطقية ولا نتائجه غير قابلة للتطبيق ولا إن عملية معقدة ولا ألف وباء صحيحة ولا جميع ما سبق صحيح. لو جينا كده بصينا للخيارات الموجودة عندنا: من خصائص البحث العلمي عملية منظمة، نعم البحث العلمي عملية منظمة، لابد ان انا في خطوات معينة بتبعها من صياغة الفروض في الاول من المقدمة ووضع التساؤلات البحثية، وبعد كده نشوف الاهداف الدراسة والغرض من الدراسة واهمية الدراسة، الفروض كيفية تصيغ الفروض، اختار المنهجية، بعد كده تجميع البيانات، الجزء النظري، الدراسة التطبيقية أو تحليل البيانات، استخلاص النتائج، التوصيات. فهي عملية منظمة وماشية بخطوات منظمة. فنعم من خصائص البحث العلمي إنه عملية منظمة. هل من خصائص البحث العلمي إنه عملية منطقية؟ طبعا لابد أن يكون البحث العلمي مبني على المنطق، وما يخالف المنطق لا أستطيع أن أنا أقول عليه هذا بحث علمي. فخصائص البحث العلمي أنه عملية منطقية يتوافق مع العقل ويتوافق مع المنطق. هل من خصائص البحث العلمي أن نتائجه غير قابلة للتطبيق؟ لو كنت أنا هتوصل للنتائج وهذه النتائج غير قابلة للتطبيق، يبقى ما هيش نتائج. فالنتائج هي النتائج التي أستطيع أن أنا أطبقها. فإذا كانت النتائج أو التوصيات بتاعتك غير قابلة للتطبيق ما بقيش بحث علمي. لابد من البحث العلمي أن يكون النتائج اللي أنا توصلت ليها والتوصيات اللي هقدمها أنها قابلة للتطبيق. ما قدمش حاجة مستحيلة وأقول هذه التوصيات وهذه نتائج البحث، لابد أن تكون نتائج البحث العلمي قابلة للتطبيق. هل من خصائص البحث العلمي أنه عملية معقدة؟ لا، البحث العلمي ليست عملية معقدة، هي عملية منظمة، هي خطوات بيتبعها الباحث بتسلسل معين بيوصل في النهاية إلى النتائج وإلى حل المشكلة بتاعته، فليست هي عملية معقدة بقدر ما هي عملية منظمة مرتبطة على خطوات منطقية. طيب يبقى إذن الإجابة بتاعتي هي إيه؟ ألف وباء صحيح. يبقى هنا عندنا خيار ألف وباء صحيح، وبالتالي لو اخترت ألف فقط ما هيش الإجابة الصحيحة، أو لو اخترت باء فقط ما هيش الإجابة الصحيحة. يبقى الإجابة الصحيحة هي هنا إيه؟ ألف وباء. أو جميع ما سبق صحيح، لا ليس جميع ما سبق صحيح، يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف وباء صحيح. طيب نشوف السؤال اللي بعده: من أهم معوقات التفكير العلمي التعصب والاستبداد في الرأي، مصادر المعلومات الإلكترونية، مصادر التمويل، التقليد الأعمى، ألف ودال، جميع مثلا. وطبعا في الاختبار بيجي لك فقط أربع خيارات، لكن برضو ممكن في الأربع خيارات أجيب لك خيارين صح وأجيب لك مثلا في الخيار دال مثلا ألف وجيم مثلا أو ألف وباء. هنا بنوسع بس دايرة الخيارات على أساس لو جالك أي خيارات من هذه الخيارات تبقى عارف. طب هل من معوقات التفكير الأعمى التعصب والاستبداد في الرأي؟ طبعا، لأن الباحث
لابد أن يكون محايد وموضوعي في موضوعاته، ما يبقاش متعصب، ما يبقاش مستبد في الرأي، لابد أن يستمع للآراء الأخرى. مثلا لما بقى أنا بعمل البحث بتاعي ومعايا المشرف بتاعي، والمشرف ليه وجهة نظر مثلا معينة، في النهاية يعني لابد انك انت تتحاور معاه، ولو ليك انت وجهة نظر مغايرة ليه لابد انك انت تحاول تقنعه، ما تبقاش مستبد بالرأي بتاعك وتقول لا هو رأيي اللي صح ومش هنفذ رأي المشرف. هو في النهاية هيرجع لك الموضوع، لكن لابد ان يكون في نوع من التجاوب، نوع من تعرف ليه طب وجهة نظره ان الشغل اللي انت عامله خطأ مثلا، او في بعض التعديلات مطلوبة. نفس الكلام عند مناقشة البحوث، لابد ان انا ممكن ادافع عن وجهة نظري اذا كانت صحيحة، واذا كان وجهة نظري خاطئة او تبين فعلا ان انا اللي انا عامله خطأ، لابد ان انا استجيب واغير في الجزء اللي انا عامله وشايفه ايه واتضح لي انه خطأ. فمن معوقات التفكير العلمي ان يكون البحث متعصب لرأيه ومستبد بغض النظر عن كان الرأي بتاعه صح او خطأ. هل من معوقات التفكير العلمي مصادر المعلومات الإلكترونية؟ ده بالعكس، مصادر المعلومات الإلكترونية أتاحت للباحثين كثير من مصادر المعلومات اللي سهلت كتير جدا الحصول على المراجع والدراسات السابقة والبيانات. فبالعكس دي سهلت كتير في عملية التفكير العلمي والوصول إلى المعلومات الحديثة كمان. هل من معوقات التفكير العلمي مصادر التمويل؟ مصادر التمويل قد تكون معوقة للبحث العلمي وليست للتفكير. يعني التفكير لا يرتبط بمصادر التمويل، معوقة ليه ممكن للبحث العلمي لو كانت مصادر التمويل غير كافية، لكن ما هيش معوقة للتفكير. التفكير يعتمد على نقرأ اطلع افكر، فليست من معوقات التفكير العلمي مصادر التمويل. هل التقليد الأعمى من معوقات التفكير العلمي؟ دي مصيبة كبيرة، ان بس الواحد ياخد شغل السابق ويحطه خلاص، ان بيقلد يشوف بحث عمله وعامله زي ما هو. انت ايه الجديد اللي انت بتقدمه؟ لابد انك انت تكون مبدع، لابد انك انت تكون بتقدم جديد. فمن معوقات التفكير العلمي طبعا التقليد الاعمى، يعني بس بتقلد الاخرين عمرك ما هتضيف جديد للمعرفة. وعمر المجتمعات التي تعتمد على تقليد الاخرين تقليد اعمى بدون ما تضيف اي شيء جديد عمرها ما تتقدم، لان التقدم دايما بيجي من الابتكار، يجي من الافكار الجديدة. وبالتالي التقليد الاعمى يعتبر من معوقات التفكير العلمي. بالتالي لما نيجي نشوف الخيار اللي عندنا الصحيح هو الف وده، يبقى الخيار الصحيح هنا ايه؟ ها هو الخيار الصحيح اللي هو الف ودال، اجابات ايه صحيحة. نرجع للسؤال الخامس اللي كنا عدناه، تأكيد نتائج بحوث سابقة من خلال استخدام عينة مختلفة أو في ظل اختلاف بيئة التطبيق. تأكيد نتائج بحوث سابقة من خلال استخدام عينة مختلفة أو في ظل اختلاف بيئة التطبيق يعكس أي من أهداف البحث العلمي التالية، هل الوصف ولا التفسير ولا التثبيت ولا التنبؤ؟ هم الأربعة دول من أهداف البحث العلمي. البحث العلمي من أهدافه الوصف، يصف الظاهرة، في أبحاث بس تقوم على وصف الظاهرة ودراسة العلاقات فيما بينها، وفي أبحاث تتطرق إلى درجة أعلى وهي تفسير الظاهرة بعد وصفها والتعرف على أبعادها، يحاول يفسرها ويشوف ما هي أسبابها. وبعض الأبحاث يكون الهدف منها هو تثبيت نظرية معينة أو نتيجة معينة، وفي بعض الأبحاث بتهدف إلى التنبؤ بسلوك هذه المتغيرات في المستقبل. لكن احنا بنتكلم عن هذه النقطة بالذات، إني أنا بعمل بحث بستخدم بس عينة مختلفة أو بحاول أطبق بحوث سابقة على بيئة أخرى، فهنا بيكون الهدف من هذا البحث ايه؟ وصف ولا تفسير ولا تثبيت ولا تنبؤ؟ ما هوش وصف وما هوش تفسير، وانما هو ايه؟ تثبيت نتيجة معينة.
يعني مثلا عملنا دراسة، مثلا اتعملت دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية على ظاهرة معينة، أو على دراسة متغير، على العلاقة ما بين متغيرات، أو مثلا تأثير مثلا المضاربة على سوق الأوراق المالية، وطلعوا بنتيجة. فأنا ممكن إن أنا أنفذ هذه الدراسة مثلا في المملكة العربية السعودية علشان أتأكد هل هذه النتيجة اللي توصلوا ليها أيضا تنطبق على المجتمع السعودي هنا ولا لا. فهنا الغرض من هذه الدراسة في هذه الحالة هو التثبيت، تثبيت هذه العلاقة ما بين المضاربة مثلا وما بين أثرها على سوق الأوراق المالية. يبقى إذا لما بستخدم بحث، إن أنا بستخدم نفس البحث سابق، بس ممكن أغير العينة علشان أشوف هل النتائج ثابتة ولا لا، أو إن أنا أطبقها على بيئة أخرى غير البيئة اللي اتطبق فيها البحث الأولاني، واشوف هل النتائج اللي هتوصل ليها هي نفس النتائج اللي توصلوا ليها ولا لا. فهنا الغرض من هذا البحث هو ايه؟ التثبيت، ان انا عايز اشوف هل هذه العلاقة ما بين المتغيرات ثابتة ولا هتختلف باختلاف البيئة. يبقى هنا ايه هو ده الغرض من البحث في هذه الحالة. يبقى الإجابة الصحيحة عندي هنا ايه؟ جيم، التثبيت. طيب نشوف سؤال آخر. تتمثل عمليات البحث العلمي في منهجية البحث وإجراءات البحث، ولا مشكلة البحث والخلفية النظرية، ولا نتائج البحث والاستنتاجات والتوصيات، ولا المؤشرات ومعايير تقييم البحث. العمليات بتاعت البحث العلمي ما هيش بتتمثل في مشكلة البحث والخلفية النظرية، ولا هي في نتائج البحث والاستنتاجات والتوصيات التي يتوصل ليها البحث، ولا هي في المؤشرات ومعايير التقييم تحت البحث. وإنما العمليات بتاعت البحث العلمي بتتمثل بصفة رئيسية في منهجية البحث بتاعي، أنا بستخدم أنهي منهج، وإجراءات البحث بقى طب إزاي طبقت هذا إيه المنهج. يبقى إذا تتمثل عمليات البحث العلمي إيه هو المنهج اللي أنا هستخدمه؟ هل المنهج التجريبي؟ هل المنهج الوصفي؟ هل المنهج التاريخي؟ هل المنهج القياسي الكمي؟ وبعد كده إجراءات البحث، في كيف طبقت هذا إيه المنهج، في إن أنا إزاي جمعت البيانات، إزاي عملت تحليل البيانات، إيه هي النماذج القياسية اللي أنا استخدمتها، وبعد كده كيفية التوصل إلى النتائج. يبقى منهجية عمليات البحث العلمي تتمثل بصفة رئيسية في منهجية البحث واختيار منهج البحث، وبعد كده إجراءات البحث اللي هي متعلقة بتجميع البيانات وتحليلها وتفسيرها. يبقى دي الإجابة الصحيحة عندي هنا إيه؟ ألف. نيجي نشوف السؤال السابع. تتركز الأمانة العلمية في البحث على الإشارة إلى المصادر التي استقى منها الباحث معلوماته وأفكاره، ولا نقل ما استعان به الباحث من معلومات من أي مصدر حرفيا كما هي، عدم تشويه الأفكار والآراء التي نقل الباحث عنها معلوماته، ولا نقل فرضيات الدراسة ومشكلة الدراسة من بحث سابق كما هي. طيب تعال نشوف كده الخيارات دي ونشوف هل في خيارات تانية ولا لا. الأمانة العلمية تقتضي على الباحث بالتأكيد الإشارة إلى المصادر التي استقى منها الباحث معلومات وأفكار. أنا خدت هذه المعلومة من هذا الموقع، لابد أن أنا أشير ليه، حتى ولو كان سط، حتى لو كان نص سط، بس هذا النص السطر فيها معلومة تخص هذا البحث، ما هياش جنرال، ما هياش معلومة يعني عامة، لكن معلومة محددة ذكرت في هذا البحث لابد ان انا اشير ليها. لما اقول مثلا معدل التضخم في المملكة العربية السعودية مثلا وصل مثلا السنة الماضية مثلا على سبيل المثال مثلا 5%، وكنت واخد هذه المعلومة بالتأكيد انا جايبها من مصدر، وليكن المصدر ده كان مثلا بحث سابق او كتاب احصائي مثلا عن المتغيرات الاقتصاديه مثلا في المملكه العربيه السعوديه، اه بالرغم انها نص سطر، لكن لازم اشير لي مصدر هذه المعلومه. فدايما من الامانه العلميه تقتضي ان اي معلومه حصلت عليها من
بحث سابق أو أي مرجع آخر، لابد أن أنا أشير إلى هذه المصادر في الريفرنس في المراجع بتاعتي، توثيق في داخل المتن وتوثيق في نهاية المتن زي ما تعلمنا في التوثيق. الأمانة العلمية تقتضي نقل ما استعان به الباحث من معلومات من أي مصدر حرفيا كما هي. لا، ليس بالضرورة أن أنا باخدها نقل حرفي، بالعكس أنا لازم لما أخد من المراجع الأخرى أحاول أن أنا أثقها بأسلوبي، علشان حتى بعد كده ما بنيجي نعمل حاجة اسمها تحليل السيميلاريتي أو التشابه والتطابق، ما يطلعش فيه نسبة تشابه وتطابق كبيرة مع الـ الأبحاث السابقة. لكن لو خدتها حرفيا لابد ان انا بحطها ما بين علامتين تنصيص عشان احدد ان هذا الجزء انا خدته نصي بنفس الاسلوب المكتوب في البحث الاصلي. لكن ليست المطلوب في الامانة العلمية ان اي حاجة اخدها من المرجع احطها زي ما هي، لا، هاخدها واحطها بتصرف، بس اهم حاجة لما احطها بتصرف لا اشوه افكار الاخرين، يعني ما بعدش عن الفكرة او اصيغ هذه الفكرة باسلوب مختلف خالص عن الاسلوب اللي كان وضعه الباحث في بحثه الاصلي. ممتاز، في هذه الحالة انا شوهت الفكرة. يبقى اذا ايضا الألمانة العلمية تقتضي عدم تشويه الافكار والاراء التي نقل الباحث عنها معلومات. لابد ان يكون هنا يراعي الامانة العلمية ان يذكر هذه الافكار والاراء بنفس الطريقة اللي ذكروها، لكن ليست بالضرورة حرفيا، ليست بالضرورة بنفس الكلمات، لكن بنفس المفهوم بنفس المعنى. ممتاز، علشان يبقى فيه هنا ايه امانة علمية في نقل هذه الافكار. هل الألمانة العلمية تقتضي نقل فرضيات الدراسة ومشكلة الدراسة من بحث سابق كما هي؟ لا، انا ممكن بستعين بالدراسات السابقة في كيفية صياغة الفروض. نشوف هنا ادي الحاجات اللي ممكن يعني اللي مش فاهم يقول لك ده انا علشان بعمل فرضيات الدراسه مشكله الدراسه برجع للدراسات السابقه، وبالتالي الامانه العلميه تقتضي نقل فرضيات الدراسه ومشكله الدراسه من بحث سابق كما هي. لا، ليست هذا هو المقصود. المقصود ان انا بطلع على الدراسات السابقه اشوف كيفيه صاغوا ازاي فروض الدراسه، صاغوا ازاي مشكله الدراسه، ومن خلالها ببدا انا ابني مشكله الدراسه الخاصه بالبحث بتاعي، فبستعين بافكارهم في كيفيه صياغه مشكله الدراسه الخاصه بتاعتي، وليست ان انا باخد هذه الفرضيات والمشكله اللي هم صاغوها واحطها كما هي. فهنا دي مش امانه علميه. الامانه العلميه ان انا ارجع لهذه الدراسات اتعرف كيفيه صياغه فروض الدراسة عندهم، ازاي صاغوا مشكلة الدراسة واستفاد منها واحط انا بقى مشكلة الدراسة بتاعتي وفرضيات ايه الدراسة. يبقى اذا الاجابة الصحيحة هي ايه؟ الف وجيم. شوف هنا عندنا في الف وباء، لا الف وباء ما هي الصح، وفي عندنا الف وجيم صحيحة، فهي الاجابة الصحيحة هي الف وجيم، ان الامانة العلمية تقتضي مني الاشارة الى المصادر التي استقى منها الباحث معلومات وأفكاره، وأيضا عدم تشويه الأفكار والآراء التي نقل الباحث عنها إيه معلومات. فالإجابة عندي الصحيحة هي ألف وجي. طيب نجي نشوف السؤال الثامن. من المصادر التي يمكن للباحث أن يستوحي منها مشكلة بحثه هي القراءات الواسعة، بعنوان بحثه، جيم الدراسات السابقة، دال فروض الدراسة. تعال نتوقف كده شوية ونشوف بعد كده الخيارات اللي بعد كده. الباحث ازاي يستوحي او يوصل لمشكلة البحث بتاعه؟ هل من القراءات الواسعة؟ بالتأكيد من القراءات الواسعة حول هذا الموضوع، ان انا بحاول اقرا بقى كتب وابحاث وبعض المقالات المتعلقة عن هذا الموضوع، فدي بتبلور لي مشكلة البحث بشكل واضح، وبتساعدني في صياغة تساؤلات البحث وان انا اعرف الجوانب المختلفة لهذه المشكلة. لكن هل ان انا لما اجي احط مشكلة البحث بحطها من خلال عنوان البحث؟ واصلا لو انا لسه ما معرفتش المشكلة ازاي احط العنوان؟ هل العنوان سابق على مشكلة البحث ولا المشكلة سابقة على العنوان؟ ملناش دعوه بالترتيب اللي بيظهر في البحث، في البحث اول حاجه بتظهر للعنوان، لكن انا ازاي هحط العنوان قبل ما احدد المشكله؟ فالمش تحديد مشكله البحث تكون سابقه على العنوان،
فيما بعد لما بتتبلور مشكلة البحث بصورة واضحة ارجع بحط ايه العنوان بما يعبر عن مشكلة البحث وفروض ايه البحث. فليست عنوان البحث هو اللي من خلاله هستوحي مشكلة البحث، ده بالعكس، عنوان البحث انا بستوحي عنوان البحث من المشكلة، وبالتالي باء ما هيش ايه صحيح. الدراسات السابقة، نعم، لان الدراسات السابقة جزء من القراءات الواسعة للباحث. نشوف الدراسات السابقة توصلوا ليه، لايه الابحاث السابقين عملوا ايه، طب ايه الحاجات اللي ما قدروش يغطوها، وبالتالي علشان انا اعمل شيء جديد واضيف جديد للمعرفة ويبقى مشكلة البحث بتاعتي غير متكررة، لابد ان انا اطلع على الدراسات السابقة اشوف هما صاغوا مشكلة البحث ازاي، وايه النقاط اللي غطوها، وايه النقاط التي لم تغطيها الدراسات السابقة، وبالتالي من خلالها اقدر ان انا احط مشكلة البحث بتاعي بما تساهم في اضافة جديد بقى للدراسات السابقة. ان انا احاول بقى اشوف طب ايه نقاط الضعف في ابحاثهم، ايه الحاجات اللي مغطوهاش، ومن خلالها اقدر اتعرف على مشكلة البحث بتاعي اللي المفروض هتمثل البحث والاضافة الجديدة اللي انا هضيفها في هذا ايه التخصص. هل مشكلة البحث بستوحيها من فروض البحث؟ هي اصلا فروض البحث عبارة عن ايه؟ فروض البحث هي تخمين او اجابة مبدئية للتساؤلات بتاعت البحث، وبعد كده الباحث بيحاول ايه يثبت مدى صحة هذه الفروض ولا لا. فاذا الفروض مبنية على المشكلة، الفروض مبنية على تساؤلات البحث، فالفروض بتأتي في مرحلة تالية بعد تحديد المشكلة. يبقى اذا ما هياش الفروض هي اللي من خلالها بستوحي مشكلة البحث، مشكلة البحث لازم تكون سابقة على وضع ايه الفروض. يبقى الاجابة ده الايه خطأ. يبقى اذا لو جينا نستطلع هنا الاجابات بتاعتنا والخيارات بتاعتنا، عندنا الخيار الف صح والخيار جيم صح، عشان كده لابد ان يكون في عندي خيار اخر يقول لي ان الف وجيم ايه صحيحة، يعني في عندي الف وباء صحيحة لا، او الف وجيم صحيحة نعم، الف وجيم صحيح. يبقى هنا القراءات الواسعة والدراسات السابقة، لكن مش هيجي لك خيارين صح وما فيش خيار ثالث يقول لك ان هم دول اللي صح، يعني مش هينفع تختار مثلا ألف وتختار جيم، لا، هيبقى في اختيار مثلا دال مثلا يقول لك ألف وجيم صح. دي علشان نبقى ايه عارفين ان هو في خيار واحد من الاربع خيارات اللي هتبقى موجودة عندك هو ايه اللي صح. طيب نشوف السؤال التاسع، يتعرض المستهلك للخداع من خلال الإعلانات التي يتعرض لها في مختلف الوسائل الإعلانية. دي فرضية موجودة في أحد الدراسات، فهذه الفرضية تمثل مثال لإيه بقى؟ هل الفروض السببية ولا الفروض الوصفية ولا الفروض الارتباطية ولا الفروض الصفرية؟ يتعرض المستهلك للخداع من خلال الإعلانات التي يتعرض لها في مختلف وسائل الإعلان. هل هنا في علاقة سببية؟ مش واضح إن في علاقة سببية. أنا لما أكون مثلا علاقة سببية أقول مثلا زيادة عرض النقود تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المجتمع أو في الاقتصاد، فهنا واضح إن في علاقة سببية، إن حاجة بتسبب حاجة. فما هو هذه الفرضية ليست علاقة سببية، ما هوش متغير بيؤثر على متغير آخر بعلاقة سببية. طيب هل هذه الفروض فروض ارتباطية؟ يعني في ارتباط ما بين الاثنين، يعني مثلا من ضمن الفروض الارتباطية نقول مثلا في فترة الصيف يكثر مثلا استهلاك المثلجات، ففي ايه ارتباط هنا ما بين المتغيرات، لكن ما قلتش ان ده بيسبب ده، لكن في ارتباط ما بين الاثنين، ان مثلا في شهور الصيف بتزيد فاتورة الكهرباء، فهنا في علاقة ارتباطية، لان في شهور الصيف بيبقى مثلا في المكيفات بتبقى مشتغلة فبتزيد فاتورة الكهرباء، ففي علاقة ارتباطية ما بين المتغيرين، لكن ما قلتش مين اللي بيؤثر في التاني. يبقى ده الفرق ما بين الفروض السببية، ان بقول المتغير ده يسبب هذا، اما الفروض الارتباطية بقول ان في ارتباط ما بين المتغيرين، لكن ما قلتش مين اللي بيسبب التاني.
طب الفروض الصفرية، الفروض الصفرية دي أحد صياغة الفروض، لما أكون مش متأكد من العلاقة السببية بصيغها في الفرض البديل وفرض العدم. يعني مثلا أقول الفرض البديل مثلا إن زيادة عرض النقود تؤدي إلى زيادة الأسعار، أو الفرض العدم إن زيادة عرض النقود لا تؤدي إلى زيادة الأسعار. يبقى هنا ده اسمه فرض إيه؟ الفروض الصفرية أو فرض إيه؟ العدم. أما هذا النوع من الفروض اللي هو عندنا اللي في المثال بتاعنا، يتعرض المستهلك للخداع من خلال الإعلانات التي يتعرض لها في مختلف وسائل الإعلان، ده نسميها فروض وصفية. فروض وصفية، إن بيصف الفرضية وهو بعد كده هيختبرها. إحنا مش بنقول إن هذه الفرضية صحيحة، هو مجرد الباحث وضعها بناء على قراءاته، بناء على توقعه ان المستهلك بيتعرض للخداع من خلال الاعلانات التي يتعرض لها في مختلف وسائل الاعلان. هي حطتها فرضيه ويختبر هل هذه الفرضيه صحيحه ولا لا. هيبدا بعد كده ان كان هيعمل مثلا كويشنير اللي هو استبيان، ويوزعه على المستهلكين ويطرح فيها اسئله ويشوف مدى اجاباتهم فعلا هل بيتعرض للخداع ولا لا، وفي الاخر يتوصل للنتيجه ان كانت هذه الفرضيه صحيحه ولا لا. فالفرضية دايما بنقول في البداية تبقى موضوعة بشكل مبدئي قابلة لإثبات صحتها أو العكس. يبقى إذن هذه الفرضية هي مثال للفروض الوصفية. يبقى الإجابة الصحيحة عندي هنا إيه؟ ب. طيب نيجي نشوف السؤال العاشر. من عيوب دراسة الحالة عدم إمكانية تعميم نتائجها على مجتمع الدراسة. سطحية المعلومات والنتائج عن حالة الدراسة. صعوبة إخضاع بياناتها للتحليل الكمي في بعض الحالات. تكلفتها المادية مرتفعة. وفي خيارات أخرى بس تعال نشوف الخيارات الأربعة دول. من عيوب دراسة الحالة عدم إمكانية تعميم نتائجها على مجتمع الدراسة. هل هذه الإجابة صحيحة ولا لا؟ تعال نشوف. دراسة الحالة يعني مختار حالة واحدة من مجتمع الدراسة. يعني مثلا لو عندي مثلا شركات العاملة في قطاع مثلا بتروكيماويات، ورحت مختار شركة واحدة من هذه الشركات وعملت عليها الدراسة بتاعتي، هل النتائج اللي هتوصل عليها من خلال دراسة على هذه الشركة أستطيع إن أنا أعممها على كل الشركات العاملة في هذا القطاع؟ لا، من الصعب، لأن دايما دراسة الحالة لا تعبر عن مجتمع الدراسة بشكل كامل، عكس العينة. العينة لو اخترتها بشكل جيد ممكن تمثل لمجتمع الدراسة، لكن دراسة الحالة الواحدة لا تمثل مجتمع الدراسة وإنما تمثل هذه الحالة، وبالتالي النتائج اللي هتوصل ليها من دراسة الحالة لا أستطيع إن أنا أعممها على كل مجتمع دراسة وأقول كل الشركات اللي عاملة في البتروكيماويات ينطبق عليها هذا التحليل. لا. يبقى إذن من عيوب دراسة الحالة إن عدم إمكانية تعميم نتائجها على مجتمع الدراسة. فالإجابة ألف في البداية كده صحيحة. طب تيجي نشوف هل في إجابات تانية ولا لأ. من عيوب دراسة الحالة سطحية المعلومات والنتائج عن دراسة الحالة، عن حالة الدراسة. لا، ده بالعكس، أنا بعمل هذه الدراسة عشان أعمل دراسة تفصيلية عن هذه الحالة، فبالتالي بتديني النتائج تفصيلية، بعكس ما مثلا أعمل دراسة عن 20 شركة، فمش هقدر آخد إيه أعمل دراسة تفصيلية عن كل شركة من هذه الشركات، وإنما تبقى المعلومات لحد ما إيه ما هياش متعمقة. أما في دراسة الحالة بتكون المعلومات والنتائج تفصيلية عن هذه الحالة، ويمكن أن نختار هذه الحالة بشكل خاص لنظرا لها خصائص معينة عشان كده درستها. فما هياش من عيوب دراسة الحالة أن المعلومات عن هذه الحالة بتكون إيه سطحية، مش إجابة، ليست إجابة صحيحة بها. طيب من عيوب دراسة الحالة صعوبة إخضاع بياناتها للتحليل الكمي في بعض الحالات. في بعض التحليلات الكمية زي تحليل الانحدار او الارتباط او التحليلات القياسية الكمية الاخرى بتحتاج عدد معين من المشاهدات ما يقلش عنها عشان اقدر اعمل لها ايه تحليل احصاء. في دراسة الحالة لما تبقى حالة واحدة في كثير من الحالات ان ممكن يكون عدد المشاهدات هنا عندي قليل، او عدد السنوات اللي انا اعمل لها تحليل للنتائج بتاعها قليل لان عند حالة واحدة. وبالتالي في بعض الحالات، ليس في كل الحالات، في بعض الحالات ممكن يكون في صعوبة إخضاع هذه البيانات للتحليل الكامل، وبالتالي بس أعتمد على التحليل الوصفي وبعض المقاييس الوصفية في
تفسير الظاهرة والنتائج، مش هقدر أخضعها للتحليل الكمي في هذه الحالة، ودي أحد الصعوبات اللي بتواجه دراسة الحالة. تكلفتها المادية مرتفعة؟ لا، يعني دراسة الحالة تبقى تكلفتها المادية منخفضة بالمقارنة لو خدت عينة أو مسح شامل، لأن أنا بركز على حالة واحدة فبتكون التكاليف هنا إيه؟ منخفضة لحد ما. يبقى الإجابة الصحيحة هي ألف وجيم، عدم إمكانية تعميم نتائج على مجتمع الدراسة بالإضافة إلى صعوبة إخضاع بياناتها للتحليل الكمي في بعض الحالات. يعني ممكن مثلا في سؤال ده ادي 5 خيارات اجيبهم 4 بس، يبقى الخيار الرابع هيبقى ألف وجيم، يبقى مثلا بدل ما في دال هيبقى الدال هي ألف وجيم، يبقى إذا الخيار الصحيح هو ألف وجيم في هذه الحالة. طيب نيجي نشوف السؤال 11، من عيوب المنهج التجريبي في الدراسات الاجتماعية والإنسانية البيئة الاصطناعية ولا التكلفة المادية المرتفعة ولا سطحية المعلومات والنتائج المتحصل عليها ولا ألف وباء صحيح. من عيوب المنهج التجريبي، هو المنهج التجريبي معناها ان انا بخضع الظاهرة بتاعتي للتجريب، يعني مثلا زي ما ذكرنا في المحاضرة اني مثلا عايز اشوف اثر الحافز المادي على انتاجية العاملين، فبروح اختار مجموعتين من العاملين، مجموعة اديها حافز مادي ومجموعة ما اعملهاش حافز، وابدأ اشوف سلوك المجموعتين مع بعض، سميها هنا في مجموعة ضابطة والمجموعة الأصلية، واشوف بعد فترة معينة هل انتاجية العاملين اختلفت اللي اديتها الحافز عن انتاجية العاملين اللي ما خدوش الحافز، بس بشرط لازم يكون نفس العمال على نفس الدرجة من المهارة والكفاءة، عشان ما يبقاش راجع الاختلاف بتاع الانتاجية هنا الا العوامل الاخرى، لابد زي ما قلنا في المنهج التجريبي ان انا اثبت العوامل الاخرى اللي ممكن تؤثر في الظاهرة اللي هي الانتاجية عندي هنا بخلاف العامل اللي انا بغيره. طيب من عيوب المنهج التجريبي هنا، لو العمال عرفوا انهم خاضعين للتجربة هتلاقي ان ادائهم بيغلب عليه الاصطناع، وان يحاولوا انه يبينوا انتاجيتهم او يحاولوا انه يعملوا اداء مغاير علشان هم عارفين انهم ايه تحت الاختبار او تحت التجريب. في هذه الحالة دي من ضمن عيوب المنهج التجريبي ان البيئة الاصطناعية اللي ممكن الاداء بتاع العاملين او بتاع الموظفين ممكن يتغير لو عرف انهم تحت ايه التجريب، وعشان كده دايما بنقول في استخدام المنهج التجريبي خاصة في المجال الانساني والعلوم الاجتماعية لابد ان بقدر الامكان ما تحاولش تعرف العينة بتاعتك انهم خاضعة للتجريب علشان لا يتأثر ادائهم. المنهج التجريبي في المعامل والعلوم الكيميائية ما بتأثرش بهذه النقطة، لأن ما هياش سلوك بشري، وإنما هو بيعمل تجربة مواد كيميائية فبتطلع له نتائج معينة. أما في مجال العلوم الإنسانية بيتأثر السلوك البشري لو عرف إنه تبع خاضع لإيه؟ للتجريب. يبقى إذا من عيوب المنهج التجريبي البيئة الاصطناعية. التكلفة المادية المرتفعة، هل من عيوب المنهج التجريبي التكلفة المادية المرتفعة؟ ليست بالضرورة، يعني ممكن نكون بالعكس، يمكن لو منهج المسح الشامل لو خدت كل مجتمع الدراسة عندي واخضعته التجربة هتبقى التكلفة مرتفعة جدا، وقد تكون اسلوب العينة برضو ايه اسلوب مرتفع. فهي المنهج التجريبي ليست بالضروره ان تكون التكلفه مرتفعه، بالعكس انا بطبع على مجموعه قليله وداخل مثلا مصنع او داخل شركه فالتكلفه الماديه ما هيش ايه مرتفعه. سطحيه المعلومات والنتائج المتحصل عليها، لا بالعكس في المنهج التجريبي النتائج بتبقى دقيقه لحد كبير اذا زي ما قلنا راعينا ان احنا نعزل العوامل الاخرى اللي بتاثر في الظاهره بخلاف فقط المتغير اللي انا بدرسه، واذا قدرت تتغلب على مشكلة البيئة الاصطناعية فالمعلومات بتبقى
متعمقة وجيدة. هنا شوف، هنا في خيار ألف وباء، الألف وباء هنا مش صحيح. يبقى إذا مش كل ما هلاقي ألف وباء أو ألف وجيم أو جميع ما سبق صحيح إن هي دي تبقى الإجابة الصحيحة. لا، الإجابة الصحيحة هنا هي ألف فقط. يبقى الإجابة بتاعتي ألف، إن من عيوب المنهج التجريبي في الدراسات الاجتماعية والإنسانية هي البيئة الاصطناعية المرتبطة بهذا المنهج. طيب السؤال ال 12، مجموعة جزئية من مجتمع البحث تتوافر فيها خصائص المجتمع الأصلي كاف، دي يا ترى ايه بقى؟ عينة الدراسة ولا مجتمع الدراسة ولا دراسة الحالة ولا جميع ما سبق؟ مجموعة جزئية من مجتمع البحث تتوافر فيها خصائص المجتمع كافة. عينة الدراسة، لو اخترت بس عينة الدراسة بشكل جيد فهي مجموعة جزئية، هي جزء من مجتمع الدراسة، وتتوافر فيها مجتمع الدراسة ايه؟ كافة. ده إذا اخترتها بطريقة صح، سواء كانت عينة طبقية، عينة عشوائية، عينة منتظمة، فلا بد إن أنا أشوف خصائص مجتمع الدراسة ايه هي علشان أقدر أختار العينة المناسبة التي تعبر عن هذا المجتمع وعن خصائصه المختلفة. طب هل الإجابة هي مجتمع الدراسة؟ لا، مجتمع الدراسة هو أنا بقول مجموعة جزئية من مجتمع البحث، فمجتمع الدراسة هي المجموعة الكلية مش مجموعة جزئية. يبقى بنقول مجموعة جزئية يبقى هي عينة، هي جزء من مجتمع الدراسة وليست كل مجتمع الدراسة. طب دراسة الحالة، هي دراسة الحالة تعتبر جزء من مجتمع الدراسة، لكن هل دراسة الحالة تتوافر فيها خصائص المجتمع الأصلي؟ لا، لأن دراسة الحالة زي ما قلنا واحدة فقط، لا ليست بالضرورة إن خصائص هذه الحالة تنطبق على كل خصائص إيه؟ المجتمع. يبقى الإجابة ما هي الصحيحة جي. يبقى إذا الإجابة الصحيحة عندي هنا هي عينة الدراسة، ليست جميع ما سبق. يبقى إذا عينة الدراسة هي المجموعة الجزئية من مجتمع البحث التي تتوافر فيها خصائص المجتمع الأصلي كاف. يبقى الإجابة عندي ألف. طيب نيجي نشوف السؤال اللي بعد كده، من مواصفات الاستبيان الجيد الابتعاد عن الأسئلة المركبة، إعطاء عدد كافي من الخيارات المطروحة، الترابط بين أسئلة الاستبيان المختلفة، ولا جميع ما سبق؟ بنيجي نعمل استبيان، قلنا من مواصفات الاستبيان الجيد ان تكون الاسئله بسيطه مش مركبه. لو في السؤال مركب فيه اكتر من فكره، لا احطهم على سؤالين. يبقى اذا من مواصفات الاستبيان الجيد ان انا ابتعد عن الاسئله المركبه اللي ممكن تشوه تتوه المستجيب وتشوش على افكاره وتخليه يبقى مش عارف فين حدود السؤال بالظبط. لا، كل ما كانت الاسئله بسيطه وكل سؤال يحتمل فكرة واحدة، كل ما هيكون أفضل، وكل ما تكون استجابة المستجيب للإجابة على الاستبيان أو أسئلة الاستبيان هتكون إيه؟ كبير. من مواصفات الاستبيان الجيد إعطاء عدد كافي من الخيارات المطروحة، بالتأكيد علشان أحاول أعبر عن الآراء المختلفة. لو جيت حطيت له سؤال ورحت حطيت له مثلا خيارين، قد يكون هو ليه رأي تاني، وبالتالي احاول بقدر الامكان اضع عدد كافي من الخيارات المطروحه، على الاقل اربع خيارات بالنسبه لي، وان كان في خيارات اكتر ازود، على اساس ان انا احاول ان انا بقدر الامكان ان انا احط له البدائل المختلفه اللي ممكن يفكر فيها المستجيب، او في النهايه كمان احط له اخرى واسيبها له مفتوحه على اساس لو عايز يذكر ايه رايه. يبقى ايضا من مواصفات الاستبيان الجيد اعطاء عدد كافي من الخيارات المطروحه. طيب هل من مواصفات الاستبيان الجيد الترابط بين أسئلة الاستبيان المختلفة؟ بالتأكيد لابد أن يكون في ترابط، لابد أن يكون في أفكار متتابعة. وقلنا لما نيجي نحط الاستبيان بنقسمها الأسئلة دي إلى مجموعات، وكل مجموعة من الأسئلة ترتبط بفكرة رئيسية أو الإجابة على فرض تساؤل رئيسي في البحث أو بيحاول يثبت لفرضية من فروض البحث. فممكن لو حاطط مجموعة كده من الأسئلة أو معيار معين كده واحط عليه مجموعه من الاسئله الفرعيه، وبعد كده انتقل الى محور اخر واحط عليه مجموعه من الاسئله الفرعيه، فلا بد ان يكون في ترابط ما بين الاسئله الاستبيان
المختلف علشان حتى تبقى الاستجابة بعد كده، واللي يبقى المستجيب في تسلسل منطقي في الأفكار ويستطيع أنه يجاوب على كل الأسئلة المطروحة في الاستبيان. يبقى إذا من مواصفات الاستبيان الجيد كل ما سبق ده من مواصفات الاستبيان الجيد، يبقى الإجابة الصحيحة هنا إيه؟ جميع ما سبق. يبقى شفنا في السؤال السابق جميع ما سبق ما كانتش الإجابة الصحيحة، هنا في السؤال ده جميع ما سبق هي الإجابة الصحيحة. فبتعتمد على إنك تقرأ الخيارات كلها وتتأكد هل هذه الإجابات كلها صحيحة ولا لا، في إجابة واحدة فيهم صحيحة أو إجابتين. يبقى ما تعتمدش على شكل السؤال وإن كل ما تلاقي مثلا هذا الخيار جميع ما سبق يبقى هي الإجابة الصحيحة، لا، لازم تقرأ كل الخيارات المتاحة أمامك بشكل إيه؟ جيد للتعرف على الإجابة الصحيحة. فالإجابة عندي هنا في هذا السؤال هي د، جميع ما سبق. طيب نيجي نشوف السؤال 14، من أمثلة البيانات الكمية المتصلة، من أمثلة البيانات الكمية المتصلة عدد غرف المسكن، ب جنسية الفرد، د عدد أفراد الأسرة، د سعر المنتج. طيب تعال نشوف بيانات كمية، كمية يعني في أرقام أقدر أعبر عنها بالأرقام. طيب متصلة، إيه الفرق ما بين بيانات كمية متصلة وبيانات كمية منفصلة؟ البيانات الكمية المنفصلة هي اللي بتاخد أرقام صحيحة، ما ينفعش تاخد كسور، ما ينفعش أقول 2.1 أو 3.7، لا 1، 2، 3، 5، 7، دي البيانات الكمية المنفصلة. أما البيانات الكمية المتصلة اللي هي في السؤال بتاعنا هنا هي بيانات ممكن تاخد كسور، مفيش هنا فاصل ما بين الرقم والتاني، لا ممكن تاخد ايه الكسور. فبنيجي نقول عدد غرف المسكن، هل دي بيانات كمية متصلة؟ مينفعش اقول عدد غرف المسكن مثلا 3.7 او 1.3، فمينفعش، عدد الغرف المسكن دي تعتبر من البيانات الكمية المنفصلة. طب جنسية الفرد، هل جنسية الفرد أصلا بيانات كمية أصلا؟ دي بيانات إيه؟ وصفية، أنا بصف الجنسية بتاعته مصري سعودي هندي، يعني إذا جنسية الفرد أصلا ما هياش من البيانات الكمية، لا متصلة ولا منفصلة. عدد أفراد الأسرة، هل عدد أفراد الأسرة من البيانات الكمية المتصلة؟ أنا بقول عدد أفراد الأسرة 4، 5، 6، لكن مش هينفع أقول عدد أفراد الأسرة 3.5 فأحسب مثلا الطفل مثلا بنص، لا، هي 3، 4، 5 بتاخد أرقام صحيحة، فعدد أفراد الأسرة من البيانات الكمية المنفصلة. أما سعر المنتج ممكن يكون رقم متصل أو ممكن يكون رقم صحيح وممكن يكون كسر، ممكن ألاقي سعر السلعة دي 5.5، 7، 8.5 وهكذا. فسعر المنتج من البيانات الكمية المتصلة اللي ممكن ياخد ايه كسور عشري. يبقى الاجابة الصحيحة عندي هنا هي ايه؟ د، ان سعر المنتج يعتبر مثال للبيانات الكمية المتصلة. طيب نيجي نشوف السؤال رقم 15، يقصد بصدق المحتوى، خلي بالك احنا عندنا في الصدق وفي الثبات. طب نيجي نشوف، يقصد بصدق المحتوى مدى ارتباط الاستبيان بمحك خارجي ثبت صدقه، مدى قدرة الاستبيان على التنبؤ بأنماط سلوك الظاهرة في المستقبل، مدى اتساق كل فقرة من فقرات الاستبيان مع المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، منطقية محتويات الاختبار والشكل العام للاختبار. خلي بالكم ان احنا بنتكلم عن احد انواع الصدق وهو صدق المحتوى، لان احنا في عندنا الصدق الظاهري، في الصدق التنبؤي، وفي صدق المحتوى، ويعني في انواع متعددة من الصدق. طيب صدق المحتوى هل يقصد به مدى ارتباط الاستبيان بمحك خارجي ثبت صدقه؟
لا هنا ده اسمه صدق المحك، ان انا لما اشوف الاستبيان بتاعي واعمل المعامل الارتباط ما بين الاستبيان بتاعي واستبيان اخر ثبت صدقه والاقي معامل الارتباط هنا مرتفع، بقول هذا النوع من الصدق اسمه صدق المحك وليس صدق المحتوى. طب مدى قدرة الاستبيان على التنبؤ بأنماط سلوك الظاهرة في المستقبل؟ ده بسميه صدق التنبؤ، الصدق التنبؤي وليس صدق المحتوى. مدى اتساق كل فقرة من فقرات الاستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة؟ يعني أنا مثلا زي ما قلنا إن أنا الاستبيان بقسمه إلى مجموعة من الوحدات أو المجالات، كل مجال عليه مجموعة من الأسئلة، لازم الأسئلة الفرعية اللي حطيتها تحت المجال دي تكون تنتمي إلى هذا المجال. فصدق المحتوى بيتأكد إن الفقرات الفرعية أو الأسئلة الفرعية اللي حطيتها على السؤال الرئيسي ده أو المجال الرئيسي تكون تنتمي إلى هذا إيه؟ إلى هذا إيه المجال. فلما بعمل صدق المحتوى بيبين لي هل الفقرات مثلا الأسئلة الفرعية دي الخمسة فعلا تنتمي إلى هذا المجال؟ لو طلع لي في واحدة منهم لا تنتمي، يبقى بستبعدها من الاستبيان. ده نسميه صدق إيه؟ المحتوى، اللي هو مدى اتساق كل فقرة من فقرات الاستبيان إلى المجال الذي تنتمي إليه هذا الفقر. فمقسم مثلا الاستبيان إلى خمس محاور رئيسية، وفي كل محور حاطط مثلا خمس أو ست أسئلة أو 10 حتى أسئلة فرعية على كل مثلا إيه؟ على كل مجال رئيسي. فصدق المحتوى لما بعمل الاختبار بتاع صدق المحتوى بيبين لي هل الأسئلة الفرعية دي فعلا بتنتمي إلى السؤال الرئيسي ده ولا لا؟ فلو كانوا كلهم موجودين أقول خلاص يبقى هنا كل الأسئلة الفرعية يعني تعبر عن صدق المحتوى أو تتصف بصدق المحتوى. لو لقيت واحدة لا يعني معامل الارتباط بتاعها منخفض زي ما شفنا في التحليل الإحصائي، أقول لا أستبعد هذا الخيار، وبالتالي أعمل البحث بتاعي أو الاستبيان بتاعي بعد استبعاد العبارات التي لا تعبر عن صدق المحتوى. أما منطقية محتويات الاختبار والشكل العام للاختبار ده بسميه الصدق الظاهري. الصدق إيه؟ الظاهري. يبقى إذن الإجابة الصحيحة عندي هنا هي إيه؟ جيم، إن صدق المحتوى يقصد به مدى اتساق كل فقرة من فقرات الاستبانة مع المجال الذي تنتمي إليه هذه الفقرة. طيب نيجي نشوف السؤال 16، في عندنا جزء فاضي وبعد كده ده مصطلح، تعال نشوف بعد كده بيقول لنا التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلة الخاصة بظاهرة أو مشكلة معينة بهدف التوصل إلى نتائج أو حقائق يمكن تعميمها. هذا المفهوم يخص مصطلح البحث العلمي ولا عينة الدراسة ولا المعرفة ولا فروض الدراسة؟ لما أقول التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلة الخاصة بظاهرة أو مشكلة معينة بهدف التوصل إلى نتائج أو حقائق يمكن تعميمها، أنا بتكلم هنا عن إيه؟ عن البحث العلمي بشكل عام. فالبحث العلمي هو تقصي شامل لجميع الظواهر والأدلة الخاصة بظاهرة أو مشكلة معينة، ده كله علشان أوصل لإيه؟ لنتائج أو حقائق يمكن إيه تعميمها. أي أم عينة الدراسة؟ لا، دي قلنا زي ما قلنا هي يعني عينة جزئية أو جزء من مجتمع الدراسة تتوافر فيه خصائص الدراسة. المعرفة أشمل وأعم من ذلك. فروض الدراسة؟ لا، بتبقى فروض الدراسة هي عبارة عن تخمين جيد من الباحث للإجابة على تساؤلات البحث، وهي قابلة للاختبار، قابلة للثبات أو للنفي. فهذه العبارة أو هذا المصطلح يقصد به البحث العلمي. فالإجابة الصحيحة عندي هنا هي ألف، إن البحث العلمي هو التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواهد والأدلة الخاصة بظاهرة أو مشكلة معينة بهدف
التوصل إلى نتائج أو حقائق يمكن تعمل. طيب نشوف السؤال 17 برضو، ده مصطلح نقط هي المهارات المرتبطة بمنهجية البحث مثل تحديد المشكلة البحثية، صياغة الفروض، وتصميم الاستبيان. ما هذه المهارات؟ هل هي مهارات إنسانية ولا مهارات فنية ولا مهارات لغوية ولا مهارات عددية؟ الباحث زي ما قلنا لابد أن يكون عنده مجموعة من المهارات، منها ما هي مهارات إنسانية في كيفية التواصل مع الآخرين، وزي يبقى متواصل مع المشرف بتاعه ومع مثلا لما يروح يجمع البيانات من المكتبات، ازاي يبقى في عنده حسن التواصل، دي مهارات انسانية. مهارات لغوية في ازاي يكتب البحث بتاعه بلغة جيدة، ازاي يستخدم الفواصل، ازاي يستخدم النقطة، ازاي ما يرفعش المجرور ولا ينصب المرفوع، فدي نسميها مهارات لغوية. مهارات عددية ان يستطيع ان يعمل بقى التحليل الكمي بشكل جيد. اما المهارات الفنية هي المرتبطة بكيفية صياغة مشكلة البحث، كيفية صياغة الفروض، كيفية تصميم الاستبيان، ودي المهارات الفنية بتيجي للباحث من خلال الدراسة ومن خلال التدريب، زي ما احنا ما بندرس في هذا المقرر طرق البحث. فمن ضمن الاهداف بتاعت هذا المقرر هو اكساب هذه المهارات الفنية للطلاب والباحثين. يبقى إذن المهارات الفنية هي المهارات المرتبطة بمنهجية البحث، المهارات المرتبطة بإزاي أحدد مشكلة البحث، وإزاي أصيغ التساؤلات بتاعة البحث، وإزاي أصيغ الفروض، وإزاي أصمم الاستبيان، وإزاي أقيس مدى صدق وثبات الاستبيان، وبعد كده إزاي أحلل البيانات. كل دي نسميها مهارات فنية مرتبطة بالبحث العلمي، وبتيجي من خلال الدراسة والقراءة والتدريب، فبيكتسب مثل هذه المهارات الفنية. يبقى الإجابة عندي هنا إيه؟ ب. طيب برضو مصطلح آخر، نقط البحوث التي تهدف إلى حل مشكلة من المشكلات العلمية أو تطبيق نظرية معينة على الواقع العملي. هل هي البحوث النظرية أو نسميها أحيانا البحوث الأساسية، ولا هي البحوث الوثائقية، ولا البحوث التطبيقية، ولا لا شيء مما سبق؟ طيب نرجع كده للجملة تاني، البحوث التي تهدف إلى حل مشكلة من المشكلات أو تطبيق نظرية على الواقع العام. بالتأكيد ما هيش بحوث نظرية، لأن البحوث النظرية بتضيف إلى النظريات القائمة، ما بتهتمش بقى بحل المشكلات او تطبيق النظريه، لا هي بتحاول تضيف شيء جديد الى الاطار النظري لهذا العلم او هذا التخصص. البحوث الوثائقيه هي البحوث اللي بتتكلم عن الوقائع التاريخيه سابقا. البحوث التطبيقيه نعم هي التي تهدف الى حل المشكلات او تطبيق نظريه معينه على الواقع العام، فالاجابه بتاعتنا هنا هي البحوث التطبيقيه. فالبحوث التطبيقية هي التي تهدف إلى حل مشكلة من المشكلات العلمية أو تطبيق نظرية معينة على الواقع العملي. فالإجابة عندي لا، هنا طبعا مكتوبة ألف باء، باء هي دي جيم، يبقى إذن هنا إيه؟ جيم. يبقى الإجابة الصحيحة هي البحوث التطبيقية. طيب 19، القيمة العددية التي تقسم البيانات إلى قسمين متساويين بعد ترتيبهما تصاعديا أو تنازليا. هل هذه القيمة العددية المقصود بها الوسط الحسابي ولا المنوال ولا الانحراف المعياري ولا الوسيط؟ طيب الوسط الحسابي هي عبارة عن مجموع الأعداد على مجموع الأرقام على عددها. لو مثلا عندي خمس أرقام بجمع هذه الأرقام وأقسمها على خمسة، يدينا الوسط الحسابي. فهل الوسط الحسابي بالضرورة هو اللي بيقسم البيانات عندي إلى قسمين متساويين بعد ترتيبهم؟ لا،
ملهاش علاقة بهذا الموضوع. المنوال، المنوال هي عبارة عن القيمة التي تكررت، أكثر قيمة تكررت في البيانات. هل هنا المنوال أول حاجة يحتاج لترتيب البيانات؟ لا يحتاج لترتيب البيانات. هل المنوال هو اللي بيقسم البيانات؟ ممكن تكون المنوال أصغر قيمة أو أكبر قيمة، بس هي دي اللي تكررت أكثر من مرة. فمش بالضرورة أن المنوال هو اللي بيقسم إيه البيانات إلى قسمين متساويين. الانحراف المعياري لا، الانحراف المعياري ده مدى ابتعاد القيم عن الوسط الحسابي. الوسيط حتى جاي من القيمة هنا، من المعنى الوسيط. فالوسيط عشان بحسبه بروح مرتب في الأول البيانات بتاعتي، يا إما ترتيب تصاعدي أو ترتيب تنازلي، ويبقى الوسيط هو القيمة الوسط اللي في النص أو القيمتين اللي في النص التي تقاسم البيانات بتاعتي إلى قسمين متساويين قبل وبعد. فالإجابة الصحيحة عندي هنا هي إيه؟ الوسيط، هي القيمة العددية التي تقسم البيانات إلى قسمين متساويين بعد ترتيبهم تصاعدي أو تنازلي. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده. نقط هو منهج يتناول بالعرض والتحليل الوقائع والأحداث السابقة لمشكلة معينة. واضح لما أقول أحداث سابقة يعني إلى حد كبير عرفنا إيه هو المنهج. هل هو المنهج الوصفي؟ المنهج الوصفي قد يتعرض به التحليل والعرض والوقائع الأحداث السابقة والأحداث الجارية، يعني ليس مقتصر فقط على إيه؟ على الأحداث السابقة. هل هو المنهج التاريخي؟ هل هو المنهج التجريبي؟ ولا دراسة الحال؟ واضح لما بنتكلم عن أحداث سابقة يبقى بنتكلم عن منهج إيه؟ التاريخي. المنهج التاريخي هو الذي يتناول بالعرض والتحليل الوقائع والأحداث السابقة لمشكلة معينة. أما المنهج الوصفي، المنهج الوصفي ممكن يطبق في المنهج التاريخي أو على الأحداث الجارية. المنهج التجريبي لا، ده انا بخضع بقى ظاهره للتجربه وبشوف النتائج بتاعتها، فبيكون بيتكلم عن الواقع الفعلي. دراسه الحاله دايما باخد دراسه الحاله، ممكن دراسه الحاله اشوف الاحداث التاريخيه بتاعتها، وممكن اخد دراسه الحاله اتناول الوضع الحالي او المستقبلي. فمش دايما دراسه الحاله مرتبطه بالاحداث السابقه. اما المنهج التاريخي هو المنهج الذي يتناول بالعرض والتحليل الوقائع والاحداث السابقه لمشكله او ظاهره ايه معين. طيب نيجي نشوف السؤال 21. نقط يقصد بها تحديد الباحث للحدود الموضوعية والجغرافية والزمنية لمشكلة البحث. ده برضو أحد المصطلحات نحن خدناها، هل هي حدود الدراسة ولا فروض الدراسة ولا منهج الدراسة ولا الدراسات السابقة؟ هل الدراسات السابقة بتعني بتحديد الحدود الموضوعية والجغرافية والزمنية؟ الحدود الموضوعية يعني ايه؟ يعني حدد البحث بتاعي او النقطة البحثية بتاعي ايه حدودها الموضوعية، بتتناول ايه الموضوع بتاعها، وبالتالي ما بتتطرقش مثلا لكذا او كذا. لا، انا بحدد في النقطة البحثية دي، بحدد موضوع الدراسة بشكل ايه؟ بشكل جيد. الحدود الجغرافية بمعنى ان مثلا اقول ان الدراسة بتاعتي انا هطبقها على مثلا مدينة الدمام، يبقى هنا دي حدود جغرافية، أو على المنطقة مثلا الشرقية أو على المملكة العربية السعودية، فدي الحدود الجغرافية. الحدود الزمنية أقول مثلا إن الدراسة بتاعتي هتتناول فترة مثلا من ما بين 1430 ل 1400 مثلا 35 أو هكذا، يعني بحدد الحدود الزمنية. فدي مقصود بيها كل الحاجات دي بسميها حدود الدراسة. حدود إيه؟ الدراسة. يبقى حدود الدراسة بتشمل الحدود الموضوعية، موضوع الدراسة ايه بالظبط، طب ومحدده، لان ما بقاش الامور كده عايمة وواسعة. لا، لابد ان يكون في تحديد واضح لما هي المشكلة البحثية وما هي النقطة البحثية اللي انت هتشتغل فيها، وايضا يكون في تحديد واضح للتطبيق. لو كان بحث تطبيقي هتطبق على انهي منطقة، ايه هي الحدود المكانية، وايضا يكون في تحديد واضح للحدود الزمنيه، ايه هي الفتره الزمنيه اللي هتشملها البحث بتاعك بالتحديد بالتحليل. هو ده حدود الدراسه. اما فروض الدراسه ده حاجه تاني، ومنهج الدراسه
والدرس السابق ايه حاجة تانية. فالإجابة الصحيحة عندي هنا هي ألف حدود الدراسة. طيب نيجي نشوف السؤال اللي بعده، هو تخمين أو استنتاج مؤقت يصوغ ويتبناه الباحث في بداية الدراسة، هل هو ده تساؤلات الدراسة ولا فروض الدراسة ولا أهداف الدراسة ولا أهمية الدراسة؟ تخمين أو استنتاج مؤقت، بالتأكيد ما هيش تساؤل، الاستنتاج ما هوش إيه؟ تساؤل. تساؤلات الدراسة دي اللي هي تعبر عن مشكلة البحث. أما التخمين أو الاستنتاج المؤقت اللي بيضعه الباحث في البداية هي تعبر عن فرضية أو فروض الدراسة. إن أنا فروض الدراسة بضع كده في الأول تخمين أو استنتاج أو إجابات مبدئية لتساؤلات الدراسة بيبنيها الباحث بناء على خبرته في هذا المجال، تخصصه، اطلاعه على الدراسات السابقة، وبعد كده بيحاول يثبت مدى صحته أو عدم صحة هذه الفروض. فهو بيتبناها الباحث في البداية بناء، وطبعا علشان أحط الفرضية لابد أن تكون مبنية على خبرة بمجال التخصص، على النظرية اللي بتحكم هذه الظاهرة بتقول ايه، ما تبقاش الفرضية منافية للواقع او للنظرية، ما تبقاش الفرضية غير منطقية، يبقى بالتالي بحط الفرضية بناء على قراءاتي واطلاعاتي والدراسات السابقة بتقول ايه والنظرية بتقول ايه والمنطق بيقول ايه. وفي النهاية ليست بالضرورة في النهاية انها ايه، ان انا لازم تطلع الفرضية صحيحة، لان لو كانت الفرضية من البداية انا متأكد منها 100% صحيحة طب اختبرها ليه؟ فهي الفرضية من ضمن شروطها هي قابليتها للاختبار، قابليتها انها تكون صحيحة او تكون ايه خاطئة. زي ما بنقول ان ممكن النظرية تقول حاجة لكن نيجي في التطبيق يطلع حاجة تاني، وعلى الباحث ان يفسر بقى بعد كده لو الفرضية بتاعته اللي هو حاططها لم تتحقق عليه يفسر ليه. دي مش معناها ان الدراسة بتاعته خطأ او ان معناها ان كل اللي عمله راح بقى، لا، في النهاية انك انت عليك انك انت تفسر لماذا لم تتحقق فرضية الدراسة، لماذا لم يتحقق النظرية اللي كانت بتقول كذا كذا، ليه في الواقع العملي لم تتحقق. عليك انك انت تشوف الاسباب والظواهر، وده تبقى هي الاضافة اللي انت هتضيفها في البحث بتاعك. فهذا السؤال 22 يقصد به فروض الدراسة. طيب السؤال 23، هو منهج يعمل على إحداث تغييرات متعمدة في المتغيرات المستقلة وأي عوامل مؤثرة في الظاهرة من أجل معرفة التأثير على المتغير التابع. هل المنهج ده هو المنهج الوصفي ولا المنهج التاريخي ولا المنهج التجريبي ولا دراسة الحال؟ أنا بدخل أعمل تغييرات متعمدة على بعض المتغيرات المستقلة علشان أشوف تأثيرها على المتغير التابع أو الظاهر، هل ده منهج وصفي؟ لا، المنهج الوصفي لا يحبس على التغييرات المتعمدة، المنهج الوصفي يصف ما هو قائم فعلا ويحاول يشوف العلاقات ما بين المتغيرات ويفسرها. المنهج التاريخي، لا، المنهج التاريخي بيتكلم عن أحداث تاريخية وبيحاول يدرس هذه الأحداث التاريخية من أجل فهم الواقع الحالي. اما المنهج التجريبي هو اللي بخضع فيه بعض المتغيرات، ان انا اعمل تغييرات متعمدة في هذه المتغيرات، زي اللي بيحدث في المعامل مثلا بالنسبة للعلوم الطبيعية، بيدخل المعمل ويبدأ يعمل بعض التجربة ويعمل تغييرات طيب في المكونات وفي المواد اللي بيضيفها ويشوف النتائج ويحاول طب يغير وهكذا. وزي ما قلنا ايضا المنهج التجريبي ممكن نطبقه على العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والعلوم الإدارية طبعا جزء من العلوم إيه؟ الاجتماعية. زي ما قلنا إن أنا عايز أدرس مدى تأثير الحافز على إنتاجية العاملين، فأروح عامل هنا تغيير متعمد وأروح مد لبعض العمال حافز، هذا الحافز من أجل إن أنا عايز أدرس مدى تأثير هذا الحافز على إنتاجيته، وأحاول أقارن أداء هذه المجموعة بمجموعة أخرى لم تحصل على الحافز وأشوف مدى التأثير على المتغير التابع اللي عندي اللي هو الإنتاجية. فهنا هذا المنهج يقصد به المنهج التجريبي، يبقى الإجابة بتاعتي هي إيه؟ جيم.
السؤال 24: المطبوعات التي تختص بنشر البحوث والدراسات المتعلقة بموضوع من الموضوعات وتصدر بصفة منتظمة، هل هي الكتب ولا الدوريات العلمية ولا رسائل الماجستير والدكتوراه ولا التراجم؟ طيب، الكتب هي مطبوعات، نعم، لكن ليست كل الكتب تختص بنشر البحوث والدراسات السابقة، وليست الكتب بتصدر بصفة منتظمة. ممكن واحد بيعمل كتاب وعمل طبع منه واحدة ومعملش بعد كده طبعات منه تاني، أو عمل طبعات بس الطبعات دي ما هيش بتصدر بصفة منتظمة، وغالبا الكتب ما بتتضمنش بحوث ودراسات سابقة، يبقى الكتب ما هيش ايه الخيار الصحيح. طب تعال نشوف رسائل الماجستير والدكتوراه. رسائل الماجستير والدكتوراه ما هيش مطبوعات تصدر بشكل منتظم، دي عبارة عن الباحث بيعمل دراسة معينة عن موضوع معين، بيقعد يشتغل فيه فترة معينة، سنة سنتين ثلاثة على حسب مدة البحث، وبعد ما بيخلص بيناقش الرسالة بتاعته، بيعمل الرسالة دي في صورة مثلا كتاب وبيحطه في المكتبة، فهي لا تصدر بصفة منتظمة، وما هيش مختصة بنشر البحوث والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع، هي متعلقة بالموضوع بتاع الباحث ده، يبقى ما هيش الإجابة إيه الصحيحة. التراجم، لا، التراجم عبارة عن ترجمة بقى كتب أو ترجمة موسوعات أو حاجة زي كده، ما هيش مرتبطة بنشر الأبحاث والدراسات المتعلقة بموضوع من الموضوعات وتصدر بصفة منتظمة. فالتي تصدر بصفة منتظمة ومهتمية بنشر البحوث هي الدوريات العلمية أو المجلات العلمية، يعني مثلا نقول مثلا مجلة جامعة الدمام، فهذه المجلة مثلا بتصدر بصفة منتظمة، على سبيل المثال ممكن تكون مثلا ربع سنوية، وفي كل عدد بيتضمن العدد مجموعة من الأبحاث التي يقوم الباحثين بنشرها في الدورية العلمية. يبقى إذن المطبوعات التي تختص بنشر البحوث والدراسات المتعلقة بموضوع من الموضوعات وتصدر بصفة منتظمة هي الدوريات العلمية، فالإجابة عندي هي ب. نيجي نشوف السؤال 25: طب هي سجلات مطبوعة لاجتماعات علمية تناقش البحوث المقدمة فيها وتصاحبها في أكثر الأحيان مستخلصات عن البحوث المقدمة في تلك الاجتماعات. طيب، هل مقصود بها التقارير ولا رسائل الماجستير والدكتوراه ولا وقائع المؤتمرات العلمية ولا الكتب؟ طيب، التقارير هي سجلات مطبوعة، والتقارير ليست سجلات مطبوعة لاجتماعات تناقش البحوث المقدمة فيها، لا، ده ممكن يكون تقرير طالع مثلا عن مؤسسة أو جهة حكومية تلخص مثلا وضع معين أو ظاهرة معينة أو مركز بحوث، فالتقارير ليست بالضرورة أنها تكون نتيجة لاجتماعات علمية تناقش بحوث مقدمة فيها، ده يكون ممكن تقرير عن موضوع معين، فالإجابة الأولى ما هي الصحيحة. رسائل الماجستير والدكتوراه، هل رسائل الماجستير والدكتوراه هي سجلات مطبوعة لاجتماعات علمية وتناقش مجموعة من البحوث وتستخلص منها مستخلصات عن البحوث المقدمة؟ لا، دي رسالة الماجستير بتبقى خاصة بأحد الباحثين وبتبقى مركزة على موضوع معين سواء كانت رسالة ماجستير أو دكتوراه، وبالتالي ما هياش بتناقش بحوث مقدمة من مختلف الباحثين ومستخلص عنها هذه البحوث، لا، وما هياش رسالة الماجستير والدكتوراه. طب كتب؟ لا، الكتب لا تتضمن سجلات مطبوعة لاجتماعات علمية وتناقش إلا إذا كان هي عبارة عن وقائع مؤتمرات علمية، في مؤتمر علمي عملناه مثلا في الجامعة أو في أي جهة بحثية، يجتمع الباحثين، بيبقى ليه مدة زمنية معينة، يجتمع الباحثين في هذا المؤتمر، كل واحد بيبقى مثلا مشارك ببحث، بيقوم بمناقشة البحث بتاعه وعرضه ويناقشوه للباحثين الموجودين، وفي النهاية بيتم تجميع هذه الأبحاث
وممكن يتعمل لها مستخلص وممكن تصدر في كتاب، لكن ليس كل الكتب هي عبارة عن ايه، بتعبر عن اجتماعات علمية وبحوث مقدمة، لكن وقائع المؤتمرات العلمية ممكن تنشر في كتاب. فاللي هي الإجابة الصحيحة هي ايه؟ جيم، وقائع المؤتمرات العلمية، هي عبارة عن هذه الاجتماعات العلمية التي تقام في كثير من المحافل العلمية زي الجامعات ومراكز البحوث والمراكز العلمية. يجتمع الباحثين، بيقدموا أبحاثهم، بيناقشوا الأبحاث، بعد كده بيبقى في مستخلص عن هذه الأبحاث، وممكن تجمع هذه الأبحاث في كتاب وينشر، أو ممكن تنشر على الموقع الإلكتروني لهذا المؤتمر، أو ممكن تطبع بعد كده في تنشر في بعض الدوريات العلمية التابعة للمؤتمر. طيب، المواقع الإلكترونية التي تحمل الامتداد EDU بتشير إلى منظمات دولية ولا مؤسسة عسكرية ولا مؤسسة تعليمية ولا شبكة تجارية؟ هنا الـ EDU هي اختصار لكلمة Education. المنظمات الدولية عادة بيبقى الاختصار بتاعها ORG، يعني Organization. فنشوف ORG في الموقع الإلكتروني ده بيدل على إن هذا الموقع لمنظمة دولية. المؤسسات العسكرية عادة بيبقى الاختصار أو الامتداد بتاعها NIL، NIL. المؤسسة التعليمية هي اللي بيبقى الامتداد بتاعها EDU، يعني هتلاقوا حتى في موقع جامعة الدمام www.ud اللي هي UD University of Dammam، وبعد كده .edu اللي هي يشير إن أن هذا الموقع موقع إيه بقى، تعليم، وبعد كده .sa SA تشير إلى المملكة العربية السعودية. فالمواقع الإلكترونية في أي جامعة في العالم لازم هتلاقي في الموقع بتاعها في الامتداد EDU، على أساس إنه يشير إلى إن هذا الموقع موقع إيه، تعليم. يبقى إذن أما الشبكات التجارية الاختصار بتاعها دايما أو الامتداد بتاعها بيبقى .com. يبقى إذا الموقعات الإلكترونية التي تحمل امتداد EDU بتشير إلى أن هذه المؤسسة مؤسسة تعليمية. يبقى الخيار الصحيح عندي جي. طيب، أي من الروابط التالية تستخدم لتوسيع نطاق البحث على محركات البحث الإلكتروني؟ هل هي الرابطة واو اللي هي ان، ولا الرابطة او اللي هي اور، او الرابطة ما عدا يعني نوت، ولا التحديد النص ان انا احط كده الجملة ما بين التحديد النص دول؟ انا عايز اوسع نطاق البحث، هل استخدم واو ولا او ولا ما عدا ولا التحديد النص؟ الواو يعني لما اقول له مثلا ابحث لي عن، انا حطيت له مثلا مصطلحين مثلا البطاله والتضخم، لما احط البطاله والتضخم يبقى لازم هيدور لي على كل الابحاث او المصادر اللي فيها الكلمتين دول، البطاله والتضخم. يعني لو في مصادر فيها بس بطاله بس مش هيجيبها، لو في مصادر فيها كلمه تضخم بس مش هيجيبها، هيجيب بس المصادر اللي فيها ايه، البطالة والتضخم. لكن لما اجي اكتب له في السيرش البطالة او التضخم يبقى هيجيب لي كل المصادر اللي فيها كلمة البطالة بس، وكل المصادر ايضا اللي فيها كلمة التضخم بس، وايضا المصادر فيها التضخم والبطالة. فهنا وسع نطاق البحث. طيب، لو قلت له البطالة ما عدا التضخم يبقى بس هيجيب لي المصادر اللي فيها كلمة ايه، البطالة، يعني كلمة التضخم اي ابحاث فيها كلمة التضخم او فيها حتى التضخم والبطالة هيستبعدها، هو بس هيجيب فقط المصادر او المراجع اللي فيها كلمة ايه، التضخم فقط.
طب التحديد النصي لما اجي اكتب البطاله والتضخم وراح حاططها ما بين قوسين، يبقى هيبحث لي عن كلمه البطاله والتضخم، بس لازم يكونوا متجاورتين الكلمتين جنب بعض، البطاله والتضخم. يعني لو كان كلمه البطاله مذكوره وكلمه التضخم مذكوره بس بعيدين عن بعض مش هيجيبها. يبقى اذا بناء على ذلك لما عايز اوسع نطاق البحث استخدم ايه بقى؟ استخدم الرابطه، او هي دي اللي بتوسع لي نطاق البحث. يعني لو جيت كتبت البطاله والتضخم ولقيت عدد مثلا المصادر الجايه له قليله وانا عايز مصادر كتير، يبقى اكتب له البطاله او التضخم، فيجيب لي كل الابحاث اللي اتعملت على البطاله بس، واللي اتعملت على التضخم بس، واللي اتعملت على البطاله والتضخم. فهنا التي تستخدم لتوسيع نطاق البحث هي الرابطه او. الرابطه ايه؟ او. اما اذا كنت عايز اضيق نطاق البحث ممكن استخدم الرابطه واو او ما عدا او التحديد ايه؟ النصي. الثلاثه دول يستخدموا في تضييق نطاق البحث، اما التي تستخدم في توزيع نطاق توسيع نطاق البحث هي الرابطه ايه؟ او. طيب شوف السؤال 28. من مميزات الشكل الالكتروني للدوريات العلميه. من مميزات الشكل الالكتروني للدوريات العلميه، هل هي الصدق والثبات؟ ولا توفرها بشكل مجاني للجميع؟ ولا الاتاحه المباشره على مدار الساعه؟ ولا محدوديتها؟ طيب انا بتكلم هنا عن دوريات علميه، يعني مواقع متخصصة لمجلات علمية متخصصة. الدوريات العلمية عادة، معظم الدوريات العلمية أو كثير من الدوريات العلمية بتعمل شكل ورقي وشكل إلكتروني. شكل ورقي اللي هو بيبقى مطبوع وبيتحط في المكتبات، وشكل إلكتروني بيبقى متاح على الموقع الإلكتروني لهذه الدورية. فهل الشكل الإلكتروني للدورية يتميز بالصدق والثبات والشكل الورقي لا يتميز بالصدق والثبات؟ لا، يعني ليست بالضرورة، ان بالعكس الشكل الالكتروني هو نفس الشكل الورقي. فما نقدرش نقول ان الشكل الالكتروني للدورية العلمية تتميز عن الشكل الورقي، ان الشكل الالكتروني يتميز بالصدق والثبات عن الشكل الالكتروني، فهذا الخيار ما هو صحيح. طب هل من مميزات الشكل الالكتروني للدورية العلمية توفرها بشكل مجاني للجميع؟ ده بالعكس، قليل من الدوريات العلمية اللي هي بتتيح الابحاث بتاعتها مجانا للجميع. ومعظم الدوريات العلمية علشان تحصل على هذه الأبحاث لابد انك انت تدفع مقابل هذه الأبحاث، او انك انت تبقى مشترك في هذه الدورية، او انك انت تابع لجهة زي مثلا جامعة مشتركة في هذه الدورية بتدفع اشتراك سنة عشان تقدر تحصل على هذه الدوريات او هذه الأبحاث ايه؟ مجانية. يبقى اذا ليست من مميزات الشكل الالكتروني للدورية العلمية توفرها بشكل مجاني للجميع، لان ده مش متاح في جميع الدوريات، بالعكس ده في العدد القليل من الدوريات. من مميزات الشكل الالكتروني للدورية العلمية الإتاحة المباشرة على مدار الساعة. نعم، ودي يمكن من أحد المزايا الكبيرة جدا للدورية العلمية اللي وفرت وقت كبير جدا على الباحثين. يبقى بالتالي مش محتاج إن أنا أروح المكتبة بتاعة الجامعة أو المكتبة اللي فيها هذه المصادر في أوقات معينة، لأن المكتبة بتبقى محدودة بتوقيت معين وايام معينه في الويك اند مش شغال. لكن انا الدوريه العلميه اقدر اوصل لها طالما ان عندي الاكسس ليها والباسورد واليوزر نيم او الاشتراك بتاعها، اقدر اوصل لها في اي وقت بالليل بالنهار في الويك اند. فدي من مزايا الشكل الالكتروني للدوريه، ان الباحثين يستطيعوا انه يوصلوا الى هذه المصادر في اي وقت. الاتاحه المباشره على مدار الساعه ال 24 ساعه في أي وقت في اليوم أستطيع أن أنا أوصل إلى هذه الدورية وأعمل سيرش عليها وأحصل على الأبحاث اللي أنا عايزها. محدوديتها لا، ما هيش محدودة، بالعكس يعني بستطيع أن أنا أوصل لها من أي مكان في العالم، وممكن وأنا قاعد حتى في منتزه ولا أي حاجة ومعايا اللابتوب ومعايا الأكسس للإنترنت أستطيع أن أنا أوصل للدورية العلمية من أي مكان، فهي ما هيش إيه؟ محدود. طيب من خصائص توصيات البحث الجيدة أن تكون في شكل أوامر أو إلزام، ولا أن تستند على استنتاج أو أكثر خرج به الباحث،
ولا أن تكون في شكل عموميات ولا جميع ما سبق؟ طيب أنا خلصت البحث بتاعي وتوصلت إلى نتائج، وبعد كده رحت عامل توصيات. هل التوصيات بتاعت البحث لازم أقول في شكل أوامر لازم تعمل كذا، ومن من الإلزام إنك أنت تعمل كذا؟ لا، ما كانش بقيت اسمها توصيات. توصيات هي بنقول أن الباحث يوصي بكذا، الباحث يقترح بكذا، من المفضل إن نعمل كذا. يبقى بالتالي التوصيات لا تصاغ في شكل أوامر أو إلزام، وإنما بتصاغ في شكل يوصي الباحث، يقترح الباحث، ولكن لا تكون في شكل إيه؟ أوامر أو إلزام. هل التوصيات تكون في شكل عموميات؟ لو شكل عموميات ازاي هينفذها صانع القرار؟ انت بتدي توصيه، فالتوصيه لابد انها تكون محدده، ما تكونش عامه. لان لو كانت التوصيه عامه، يعني مثلا بقول يجب زياده الانتاجيه، طب ما حددتليش ازود الانتاجيه ازاي؟ يبقى لابد ان يكون التوصيه بشكل محدد، ان على الشركه انها تعمل كذا وكذا وكذا عشان تزود الانتاجيه. يبقى لابد ان تكون التوصيات محدده وليست في شكل ايه؟ عموميات. طيب التوصيات دي هل هتخرج الا بناء على استنتاج انا استنتجته في الدراسات، في الدراسه بتاعتي؟ لا، ما بالتاكيد انا بعمل توصيه بناء على النتيجه انا توصلتها، توصلت لها من تحليل البيانات، توصلت من تحليل البيانات ان مثلا في مشكله، فبناء على هذه المشكله اللي انا توصلت ليها في الاستنتاج بتاعي بضع توصيه لكيفيه ايه؟ التغلب على هذه ايه؟ المشكله. فمن خصائص توصيات البحث الجيدة إنها تكون مستندة إلى نتيجة أنا توصلت لها، وليس بالضرورة كل نتيجة هتوصل لها أعمل لها إيه؟ توصية. لكن ممكن أعمل مثلا مجموعة من التوصيات تمثل أهم الاستنتاجات اللي أنا توصلت ليها. لكن في النهاية لابد أن تكون التوصيات مبنية على إيه؟ على نتائج أنا توصلت ليها. طيب من العوامل التي تؤثر في عملية استرجاع المعلومات في المصادر الإلكترونية خبرة المستفيد، ولا مقومات محركات البحث، ولا استراتيجية البحث، ولا جميع ما سبق؟ ألاحظ أنا علشان أعمل استرجاع للمعلومات من مصادر إلكترونية تعتمد بشكل كبير طبعا على خبرة المستفيد. كل ما كان المستفيد عنده خبرة في كيفية تقييد البحث زي ما قلنا المهارات اللازمة للباحث في عملية تضييق نطاق البحث أو توسيعه، فدي طبعا مقومات محركات البحث، الموقع بتاعه وإيه هي المقومات بتاعته وإيه هي الإمكانيات بتاعة محرك البحث، زي مثلا جوجل في مقومات كتير، إن أنا أبحث مثلا بكلمة سريعة أو ببحث تفصيل، فدي بتساهم بشكل كبير. ايضا استراتيجيه البحث اللي بيحطها الباحث في ان يضع في الاول التساؤلات بتاعته والافكار بتاعته، وبعد كده يصيغ هذه الافكار في شكل نقاط او كلمات هيبحث عنها، فكل ده بيساهم في عمليه استرجاع المعلومات في من المصادر الالكترونيه بشكل ايه؟ جيد. يبقى الاجابه الصحيحه عندي هنا هي جميع ما سبق. دي كانت امثله للاسئله اللي ممكن تيجي منها.